السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف شباب شلصت معكم؟ تراكلر، كيف الانترو بس؟ تخيل اللي مسويه، لا انا ولا متابعين حقي سوا. زربته من انفنتي وورد كول اوف ديوتي. المهم اليوم حبيت اجيب لكم مقطع صور عن طور جديد اسمه طور فضائي، طور الفضائيين او زي كذا، طور فضائي الزبده. هو طور شو؟ كيف الطور سلفته؟ كيف جاك الصور؟ كيف زي كذا؟ انا الصور دي اخذتها من موقع، بقول لكم سالفتها من البداية. أول شيء راح أوريكم الصور وأنا أقول لكم السالفة. السالفة هي إنه في واحد أجنبي اسمه سميتكز أو زي كذا، حصل على نسخة كريبتيد جوست. كلكم في الكومنتات طبعا، يا حظه، يا ليتني أنا، يا كلكم كذا، أكيد بعرف، حتى أنا كذا ودي أقول تروني مزكم. حصل نسخة بدري يعني. نزل الصور وسالفتها هذا الطور هذا ما بيطلع إلا بعد ما تخلص القصة ويطلع لك. فايش سووا؟ فنزل الصور، نزل الصور اللي تشوفونها قدامكم كلها بحطها. نزل الصور وانفينيتي وورد شافوها، شاف الصور اللي نزلها، جاء سألوه. هم شكلهم احسهم معصبين يوم من السؤال هذا. سألوه قالوا شو اسمه، انفينيتي وورد قال من وين اخذت اللعبة؟ من وين اخذتها؟ شكلهم والله ناويين مشكلة يا شيخ، احس يبغون يعرفون اي دي. والله صك ام باند، انا اعلمك ايه، انا اعلمك كيف، انا اعلم. بيطلعون بيته بالاقمار الصناعيه احس من الصور. لا لا امزح. فقالوا له صدق، قالوا له، قال من اخذت اللعبه؟ حتى اتوقع يقولون حطوا صور، صوره الصور انستغرام، حطوا نشروا اللعبه، خلاص فضحهم الاخ، فضحهم الله يفضحك احسه، يقولوا له كذا. فهذا الطور كانوا يقولوا، كانوا يقولون بيخلونه مفاجاه، لان اذا يبغون بعدها باسبوع او اسبوعين يعطون مفاجاه، يقولون اذا ختمت القصه سوف تحصل على طور اضافي. فالناس بيتحمسون انهم يلعبون القصه غصب، ولا هم ما ودهم يلعبونها فبيلعبون عشان الطور. الطور هذا هل في اونلاين يا طلال؟ هل في مدري شو؟ انا للحين ما ادري، ما جات اللعبه عشان اقول لكم انه في اونلاين ولا ما في اونلاين. فاتمنى اني اتمنى اني ولت اتمنى اني عجبتكم الصور، واتمنى عجبكم الطور مع انكم ما لعبتوه، لكن بالصور كذا شكل حماس. هل الطور فيه نظام راوندات زي الزومبي؟ هل الطور، هل الطور الى الحين ما قالوا اي شيء عنه ولا نزل صور عنها بعد زي الراوندات؟ نزل بس صورة سلاح في الطور، فرد، صورة فضائي هو يذبحها، هذه الصور اللي تشوفونها قدامكم كل اللي نزلها وبس. لك عندي اتمنى تضغط زر لايك ومفضلة، وتشترك بقناتي اذا ما كنت مشترك. وكان معكم تراكيلر، نراكم الالف خير ومع السلامة.